طيب بنرحب بحضراتكم مره ثانيه. خلينا دلوقتي نروح بقى لاخبار النادي الاهلي وفرقه المختلفه زي ما احنا متعودين. هتكون معانا من النادي الاهلي دلوقتي زميلتنا مريم سميح. مريم صباح الخير. بنرحب بيكي انا وكريم. صباح الخير. صباح الخير يا نهوان. صباح الخير يا كريم، وبرحب بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. اتفضلي يا مريم، سامعينك. طبعا يعني يوم جديد من داخل مقر النادي الاهلي هنا بالجزيره. هيكون معانا اخر اخبار النادي الاهلي سواء على مستوى الاجتماعي وكمان على مستوى الفرق الرياضيه الاخرى. خلينا الاول نبتدي كده بالاجواء العامه داخل مقر النادي الاهلي هنا بالجزيره. يمكن كان توافد الاعضاء في صباح اليوم الاربعاء يعني مختلف واكثر كثافه عن الايام الماضيه او على مدار الاسبوع الماضي. يمكن كل ما بنقترب من نهايه الاسبوع يمكن بيبقى التواجد اكبر من الأيام الماضية. خلينا كمان نتكلم عن درجة الحرارة النهاردة الأربعاء. كان في الصباح الباكر منذ تواجدنا يمكن في تمام الساعة 8 صباحا كانت بتتراوح درجات الحرارة في يعني حدود 28-29 درجة مئوية، ومن المتوقع ليها ان هي ترتفع على مدار الساعات المقبلة. يمكن كمان يعني الطرق المؤدية لمقر النادي الاهلي هنا بالجزيرة فيها سيولة مرورية، ولكن في زحام في بعض المناطق البسيطة ابرزها كوبري السادس من اكتوبر ومحور 26 يوليو. خلينا كمان نتكلم عن حالة الاهتمام والترقب اللي بتسود على أعضاء النادي الأهلي مع اقتراب طبعا موعد مباراة النادي الأهلي ونهضة بركان طبعا في السوبر الإفريقي. حالة من الترقب زي ما قلنا ونوهنا، كله بيتكلم على ان هم مستنيين البطولة الغايبة عن خزائن النادي الأهلي منذ عام 2014، ولكن كلهم ثقة طبعا في الفريق الاول للنادي الاهلي. وكمان يعني يمكن وعد مستر بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي بان هو يعيد هذه البطوله مره اخرى لخزائن النادي الاهلي، يمكن مديالهم حاله من الاريحيه، خاصه ان هم كمان كانوا بيتكلموا هنا في اروقه النادي الاهلي ان بيتسو موسيماني دايما قد المباريات الكبيره. كمان خلينا نتكلم عن انه ما زالت تسهيلات النادي الاهلي لاعضائه الراغبين في تلقي يعني لقاح فيروس كورونا لسه مستمرة، وكمان الجهود المبذولة من قبل مجلس الإدارة والقائمين يعني على هذا الموضوع بالتحديد لسه مستمرة برضو، خاصة ان هم بيبذلوا جهود كبيرة جدا بالتعاون مع وزارة الصحة. كمان يعني لسه مستمرين على الإجراءات وإعداد الكشوفات والأكواد الخاصة بأسماء الأعضاء هنا بالنادي واللي بيتلقاها طبعا مكتب الخدمات. ده كمان علشان يتم إبلاغ الأعضاء خلال الفترة المقبلة سواء بموعد أو مكان تلقي اللقاح. ننتقل دلوقتي لأبرز يعني أخبار الفرق الرياضية الأخرى بالنادي الأهلي. شباب طائرة الأهلي توج بلقب بطولة الجمهورية، ده طبعا تحت 17 سنة شباب طائرة الأهلي بعد أن تغلب على فريق نادي الصيد في ختام منافسات البطولة. عايزين نقول بصراحة أن شباب فريق الطائرة حققوا أو قدموا مباراة قوية جدا على مدار الأشواط ونجحوا في إنهاء اللقاء لصالح النادي الأهلي بنتيجة 3 أشواط نظيفة دون مقابل. كمان يعني ده ليحصد لقب البطولة عن جدارة واستحقاق. شباب طائرة الأهلي قدموا خلال الموسم الماضي قدموا موسم مميز جدا على الرغم من الصعوبات العديدة اللي واجهت الفريق. كمان تغلبوا على الزمالك عايزين نقول يوم الأحد الماضي طبعا زي ما كلنا عارفين بنتيجة 3-1 في نهائيات البطولة، وكمان عقب نهاية المباراة أمس الثلاثاء أو عقب تتويج بالبطولة كمان كان ليهم احتفال خاص واستلم شباب طائرة الأهلي والجهاز الفني الخاص بالفريق استلموا ميداليات المركز الأول وكمان كأس البطولة، وكان ليهم احتفال خاص جدا بصراحة بعد ما يعني حسوا ان هم قدموا موسم مميز وكمان مباراة مستحقة ومسيرة مميزة. عايزين كمان نفكر يعني السادة المشاهدين ان النهاردة هيواجه في السادسة مساء اليوم الاربعاء الفريق الاول لرجال كرة الطائرة الماسترز طبعا بالنادي الاهلي نظيره طلائع الجيش في اطار مؤجلات الدوري الممتاز موسم 2020-2021، وده طبعا بعد ما تم تأجيل المباريات نظرا لظروف او اصابة عدد من الحالات بفيروس كورونا. كمان بيتصدر الاهلي جدول ترتيب المسابقة برصيد 8 و
وخمسين نقطة. الحقيقة ان يعني رجال طائرة الاهلي خاضوا 20 مباراة كسبوا او حققوا الفوز في 19 مباراة وخسروا في مباراة واحدة فقط، وبيتبقى لهم مباراة واحدة فقط كان من المقرر ان هي تقام يوم 25 مايو الجاري، ولكن تم تأجيلها لتقام يوم 2 يونيو المقبل، وهو هيكون لقاء القمة ما بين الاهلي والزمالك. ده طبعا يعني علشان يتبقى للنادي الاهلي مباراة واحدة فقط حتى يحسم اللقب. كمان عايزين نقول ان شباب سلة الاهلي 16 سنة حققوا فوز مهم جدا امس الثلاثاء على فريق الاتحاد السكندري بنتيجة 57-54، ده طبعا ضمن منافسات نهائيات بطولة الجمهورية. اخيرا عايزين نفكر كل مشاهدينا بمواعيد الفريق الاول لكرة السلة رجال طبعا ومواجهاته مع الاتحاد في نصف نهائي دوري السوبر، واللي بيقام بنظام باست اوف 5، يمكن هتبتدي او هتنطلق يوم 6 يونيو ثم 8 يونيو ثم تباعا 10 يونيو ثم 12 يونيو واخيرا يوم 14 يونيو. دي كانت الاجواء هنا بمقر النادي الاهلي بالجزيره وكمان ابرز اخبار الفرق الرياضيه الاخرى. بشكركم جدا، العوده للاستوديو مره اخرى. لا وكمان انت اديتينا يعني اخر المستجدات من ناحيه الطقس ومن ناحيه الاقبال على النادي، شكرا جدا، تغطيه اكيد اكثر من رائعه يا مريم، شكرا.